اليوم ان شاء الله رح نحل مجموعه اسئله على شابتر 1، اسئله كثير مهمه. حنبلش يعني نحل كم تمرين. نبلش باول تمرين. اول تمرين بحكي لك انه عندي انتجر A يساوي 100، فمن نحط متغير اسمه A نحط جواته 100 بما انه انتجر. عندي بول B يساوي A، البول حكينا ما بيخزن غير 0 او 1. A ايش قيمتها؟ قيمتها 100. ال 100 تعتبر ترو ولا فولس؟ ال 100 تعتبر ترو، فحيخزن جوا متغير ال B 1. فبحكي لك سي اوت بي سي اوت اي، فنحط شاشه الاوتبوت هون. سي اوت بي بي قديش حكينا قيمتها؟ 1. سي اوت اي بنطلع قيمتها اللي هي 100. ملاحظه ثانيه مهمه على هذا الشابتر، عندي دائما لما بدي اطلع دائما حكينا سي اوت، واي شيء بين كوتيشن بيطلع زي ما هو، بس لازم الكوتيشن لازم يبلش وينتهي بنفس السطر. فاذا كان عندي الكوتيشن ببلش بسطر وبينتهي بسطر ثاني، هون بعطيني سينتاكس، ما بيكمل البرنامج، ما بتنفذ بالمرة. لازم لما بدي أبلش وأنهي الدبل كوتيشن لازم يبلش وينتهي بنفس السطر. هون لو كان عندي السي أوت سطر فوق والويلكم مثلا بين دبل كوتيشن بسطر اللي تحتيه، عادي بتطلع عندي ويلكم زي ما هي. المهم إنه الدبل كوتيشن يبلش وينتهي بنفس السطر. هلا بدنا نحل مجموعة حكينا المرة الماضية، مجموعة بالفيديو السابق انه مجموعة ملاحظات على السي اوت. حكينا السي اوت ما بينزل سطر، دائما جمل سي بلس بلس تنكتب تحت كلها جنب بعض، فانا عشان انزل سطر المخرجات كل مثلا بدي كل مخرج يكون بسطر لحاله. ايش بعمل؟ حكينا عن سلاش ان سلاش تي سلاش بي. هلا حنحل مجموعة التمارين عشان نوضحهم. هون بحكي لك سي اوت ويلكم سلاش ان سي بلس بلس بين دبل كوتيشن، هدول حكينا اي شيء بين دبل كوتيشن بيطلع زي ما هو. السلاش ان ايش وظيفتها هون؟ بتنزلني سطر، يعني اي شيء بعد السلاش ان بنزل على السطر اللي بعديها. فالاوتبوت هون ايش رح يكون؟ رح يكون باول سطر ويلكم، وبالسطر اللي بعديه سلاش ان سي بلس بلس حتنزل بالسطر اللي بعديه. الملاحظة الثانية اللي عندنا سلاش بي، سلاش بي حكينا شو بيعمل؟ سلاش بي بيرجع لي المؤشر خطوة لورا. فأنا حنحط شاشة الأوتبوت هون نخليها، حنحل على جنب بعدين نشوف شو رح يطلع معنا. حيطبع أول إشي عندي ويلكم، طيب حيرجع لي المؤشر مرتين لورا. المؤشر حيكون هون عشان يبلش يطلع الكلمة اللي بعديها، بس بما إنه عندي سلاش بي حيرجع لي أول مرة هون، عندي سلاش بي تانية حيرجع لي إياها هون. المؤشر صار هون عندي، فحيبلش كتابة من هون الكلمة اللي بعديها. الكلمة اللي بعديها عندي إياها سي بلس بلس، فحيبلش كتابة من هون سي بلس بلس. المخرجات شو بتصير؟ فهي أكنها انشطت وهي أكنها انشطت، فتصير المخرجات ويلكم ويب سي أو سي بلس بلس. أمثلة تانية عنا سلاش آر. سلاش آر شو بتعمل؟ بترجع لي المؤشر على بداية السطر. فأنا إيش بكون عندي؟ بكون عندي مثلا جاردن، برجع لي المؤشر هون وبطبع الكلمة اللي بعديها، بس هون بما إنه ما عندي غير كلمة واحدة فحيطلع الأوت بوت بس جاردن. هلا نشوف كيف هي رح تشتغل. هون هون عندي جاردن سلاش آر فالي، هون رح يكتب جاردن أول إشي، بعدين عندك سلاش ار. سلاش ار بترجع لي اياه على بداية السطر، يعني ترجع لي المؤشر هون. هسه من هون حيبلش يكتب الكلمة اللي بعديها. الكلمة اللي بعديها عندي في اي ال ال واي، فكل الحروف هاي تشطبت. شو الاوتبوت رح يطلع؟ رح يطلع الاوتبوت في اي ال ال واي ان، يعني بترجع لي على بداية السطر بتبلش تكتب لحد ما تنتهي الكلمة اللي بعديها، واللي بضل من فوق يعني الكلمة الأولى حيرجع برضو يطلع. هلا السلاش تي، سلاش تي شو بتعمل؟ حكينا بتطلع لي بتزيح لي فراغ كبير، يعني بتطلع فيه فراغ بين الكلمة والكلمة. فهون لو طلعنا الأوتبوت أول كلمة عندنا ويلكم، التي بتعمل لي فراغ كبير، يعني ما حاول أطبعها جنبي على طول، فحيترك شوية فراغ هيك وبعدين يطبع. الملاحظة التانيات اللي أخذناهم، لما يكون عندي سلاش وشحطة، سلاش وشحطتان، بس لما يكون سلاش وشحطة بتطبع الشحطة الكوتيشن هاي، لما يكون سلاش وشحطتان بتطبع الكوتيشن هدول. طيب فلما نطبع الأوتبوت هون إيش حيطلع؟ حيطلع ويلكم، بما إنه عندي سلاش وشحطة بتطلع بس الشحطة، فحيطلع شحطة هيك،
بعدين عندنا سي بلس بلس، وعندنا سلاش وشحطة، فحيطلعوا شحطتين. هدول الشحطتين بس لهدول عشان احنا نطلع اللي بيناتهم، اللي بيناتهم حيطلع زي ما هو. اشي انا ما طرقت له بشرح الشابتر، حكيتنا انه نشرحه هون. في نظام عنا بسي بلس بلس اسمه الاسكي كود، احنا لايش بنستخدمه؟ اللي هو بنستخدمه ببعض العمليات التحويل. هلا احنا حكينا الكاركتر دائما بيخزن لنا، الكاركتر بخزن حرف واحد. طيب الكاركتر لما استخدمه بعمليات حسابية كيف رح استخدمه؟ انا ما بقدر استخدم الحرف، يعني لو كان عندي ايه ما بقدر استخدمها. لو كان عندي تسعة، تسعة بيعتبرها الكاركتر كحرف، انا بدي قيمتها بالارقام عشان اقدر اعوض بالحسابات. لما مثلا بدي اعمل عمليات كاستنج كيف بدي اعمل؟ فخلينا بس نحفظ هدول، انه الاي قيمتها 97، البي سمول 98، السي 99، الدي بنطلع نزيد، الاي كابيتال 65، البي كابيتال 66، السي 67 وهيك. هلا الصفر كحرف قيمته الرقمية 48، الواحد كحرف 49، اثنين كحرف 50. هلا احنا هذا متى بنستخدمه او ليش احنا يعني متى بنضطر نستخدمه؟ اذا كان عندي حسابات. طب انا عندي خمسة هون، خمسة زائد بي كحرف، البي كحرف انا بدي قيمتها عشان اقدر اعمل الحسابات. خمسة البي كحرف حكينا قيمتها 98، فخمسة زائد 98 حيطلع عند الجواب 103 في الأرض. تاني استخدام حكينا الاسكي كود في عمليات الكاستنج، حكينا انه الكاركتر ما بيخزن غير حرف واحد. طب انا اجي لما احكي له كاركتر زد يساوي 104، هون عندنا الامبليسيت كاستنج. طب انا 104 ما بيضبط يخزن لي اياها جوا زد ك 104 كارقام، حكينا انه بيخزن رقم حرف واحد. فال 104 بنشوف ايش توازي في الاسكي كود. اذا سي 99 اي بي سي دي 100 دي اي اف، بنشوف انه ايش بتطلع توازيها وبنطلعها. حكينا السي الدي دي سمول 100، الاي 101، الاف 102، الجي 103، والاتش 104. فال 104 هاي كعدد قيمتها في الاحرف اتش، فحيطلع عند الاوتبوت اتش. هون مثلا لو انا طلبت كاركتر ب 97 حيتخزن في ايش؟ نفس الاشي، الكاركتر ما بيخزن غير رقم او حرف واحد. قديش قيمة 97 كحرف؟ قيمتها A. هون نفس الاشي، هون برضو حتتخزن A في البي. فأنا لو طلبت سي اوت بي سواء كانت عندي بهذا الشكل او بهذا الشكل، الاوتبوت رح يطلع A، الاوتبوت سوري رح يطلع 97. انه دائما استخدامات الثانيه للكاستنج، دائما لما يكون عندي سي اوت ويكون عندي سي اوت لكاركتر ما بيطلع الحرف، بيطلع قيمته ايش؟ الرقميه. اذا ثلاث استخدامات بالحسابات وبالكاستنج، ولما يكون عندي جمله سي اوت، السي اوت ما بتطلع احرف. لما يكون عندي كاركتر، الكاركتر قيمته ايه اوكي، بس ما بتطلعه ككاركتر، بتطلعه كرقم. فننتبه لهي الشغله. مثال تاني نحل على الكاستنج. عندي انتجر اف يساوي بي، البي حكينا. طيب البي هون حرف، الانتجر عندنا هون بتخزن ارقام، لازم عندنا هون اللي هي الامبليسيت كاستنج. ف الاف قديش قيمة البي في الارقام؟ البي قيمتها 98، فالاف حيتخزن جواتها 98. بحكي لك سي اوت اف، سي اوت اف الاوتبوت حيطلع سي اوت اف 98. بحكي لك سي اوت اف بلس بلس، اف قديش قيمتها؟ 98 بلس بلس حتصير 99. فبنطلعها، بما انه ما عندي اشي نزلنا سطر جديد فحيكتب على طول جنبها، فحيطلع 99. هلا اذا كانت عندي اف بلس بلس حيطلع 98 كمان مره، بعدين يزيد على الميموري. مثال تاني عندنا static cost pool b and l. هلا دائما الاحرف
او اللي هي الكاركتر الحرف الواحد اللي بتكون بين سنجل كوتيشن بنعتبرها ترو. فهون عندنا الاكسبليسيت كاستنج، فالبي تتحول لبول، فلما تتحول لبول حيطلع عندي بس واحد الاوتبوت، حيطلع عندي 1. هلا الاند ال لما تكون باخر السي اوت، لو كان عندي جمله سي اوت بعديها حينزلني سطر جديد. تمام. المثال اللي بعده بحكي لك انتجر ايه تساوي 6، ايه بنحط جواها 6، اكس جواها ايه، كاركتر اكس جواها ايه، فالاي كاركتر الاكس كاركتر فحنحط جواها ايه، ننساش نحطهم كاركتر عشان اذا بدنا نستخدمها بعمليات حسابيه. بول سي يساوي 6، البول ما بتخزن يا 0 يا 1، فالستة ترو فحيتخزن في السي 1. بحكي لك واي انتجر واي، بحكي لك واي لازم اهم اشي كمان ما ننسى انه لازم قبل ما نستخدم اي متغير لازم نعرفه، فهون عرفنا الواي انتجر، فالقيمة اللي حتتخزن جوا الواي انتجر، فبحكي لك واي تساوي اي زائد اكس زائد سي، فواي تساوي اي قديش قيمتها 6، اكس قديش قيمتها اي. طب اي انا ما بزبط استخدمها، حكينا بالعمليات الحسابية لما يكون عندي كاركتر اضطر اشوف قديش قيمة هذا الحرف بنظام الاسكي كود عشان اقدر اعمل العمليات الحسابية. فاي قيمتها اي قيمتها 65، الاي كابيتال ننتبه اذا اي كابيتال برضه او اي سمول، فالاي كابيتال قيمتها 65 زائد السي، السي قيمتها ايش 1 زائد 1، فحيطلع 65 زائد 7. واي قديش رح نخزن جواتها 71 72 بما انها انتجر، فسي اوت واي الاوتبوت عندي رح يطلع ايش 72. المثال اللي بعده نيجي، حكينا برضه نقطة مهمة، لازم لما يكون عندنا باقي قسمة يكونوا ايش الطرفين انتجر، برضه كمان هون انتجر. هلا اذا كان احد الاطراف عندنا مش انتجر حيعطيني سينتاكس ايرور. طبعا توضيح السينتاكس واللوجيكال بشابتر 3 ان شاء الله رح نشرحه. فايش اللي بصير عندي؟ اللي بصير عندي انه اكس جواها 5 بس هي دبل، فحتتخزن زي كانها 5.0، الواي جواتها 2 انتجر. هلا لما يجي يقسم حيجي 5.0 انها دبل، باقي قسمتها على 2. كان اذا احد الاطراف شو اسمه احد الاطراف دبل او فلوت حيعطيني سينتاكس ايرور، فهون سينتاكس ما حيتنفذ البرنامج. تمام. المثال اللي بعده عمليات حسابيه، اولويات عمليات حسابيه، بحكي لك انه اكس جواتها 3، واي جواتها 10، زد جواتها 5. فبدنا نحل اكس عندنا 3 زائد اكس 3 زائد 3 تقسيم واي 10 ناقص 4 ضرب زد ايش 5. الاولويات هون اول شيء للقسمه وللضرب، هاي حتيجي 1 هاي حتيجي 2، بعدين جمع والطرح لهم نفس الاولويه فهي حتصير 3 وهاي حتصير 4. فبنحل اول اولويه حكينا القسمه 3 تقسيم 10، 3 تقسيم 10 0، احنا ما بنطلع بهاي القسمه ما بنطلع باقي بس بنطلع العدد الكسر، بما انه عندنا الطرفين انتجر فما حيطلع غير انتجر، فتلات تقسيم 10 0، فحتصير 3 زائد 0 ناقص 4 ضرب 5 20. فبنعمل هسه 3 زائد 0 3 ناقص 20، فحيطلع عندي سالب 3 زائد 0 3 ناقص 20 سالب 17. ننتبه بس لشغلة، اذا كان عندي هون فلوت لو كانت هاي 3.0 تقسيم 10 فحيطلع القسمة إلها في كسور، فأنا بما إنه أحد الأطراف دبل في هاي القسمة حيطلع عندي دبل، إذا الطرفين انتجر حيطلع انتجر. مثال هون مهم عند تخزين القيم، حكينا عنا طرفين لما يكون عنا تخزين قيم، عنا الليفت سايد والرايت سايد. حكينا الليفت سايد بس فاريبل لازم يكون عندي، هون ممكن عندي فاريبل، عندي كونستانت اعداد، وعندي ممكن يكون عندي عمليات حسابية اكسبريشن. هلا ما دام عندي اختلفت هاي الشروط او عندي غيرها فحيعطيني سينتاكس،
هون الجملة شو بتحكي لي؟ دائما لما بدنا نحل نشوف شو بدي تخزن اشي جوات اشي لما يكون عندي مساواة بنبلش من اليمين. هلا الواحد قيمتها حتتخزن في زد، هسا قيمة زد اللي خزنناها في زد حتتخزن في اكس قسمة واي، هون اكس قسمة واي تتخزن هون. هسا بما انه هون الزد واي قسمة اكس ما حققت انه الليفت سايد مش عندي بس فاريبل، عندي عملية حسابية، فهون برضو حيعطيني سينتاكس. فيش داعي اصلا ابلش بالسؤال، دائما بنشيك ايش عندي اغلاط. انه هون ايش حتصير؟ قيمة زد حتصير واحد. الواحد انا لازم اخزنها بمتغير، انا عندي هون عملية حسابية فخالفت الشروط انه الليفت سايد بس يكون عندي فاريبل، فهون حيعطيني سينتاكس. امثلة كمان نحل على التخزين. هون عندي انتجر اكس يساوي 5، واي تساوي 7، زد يساوي 3. بما انه التعريف بنفس السطر وبدايته انتجر وفواصل عادية، فالواي حتاخد انتجر، الزد برضه حيكون الداتا تايب بتاعها انتجر. فنبلش اكس حينخزن جواتها 5، واي حنخزن جواتها 7، زد حنخزن جواتها 3. هسه عنا إعادة عملية تخزين، بيحكي لك قيمة زد خزنها في واي، زد شو قيمتها؟ 3، ارجع خزن لي اياها بواي، فالسبعة حتنشطب حيتخزن بدالها 3، وبحكي لك قيمة واي ارجع وين خزن لي اياها؟ باكس، قيمة واي الجديدة قديش؟ 3، فارجع خزنها باكس برضه بتصير 3، فلما يطلب مني سي اوت اكس بنطلع قيمتها الجديدة، لما رجعنا خزننا في إعادة تعيين قيم، فحيطلع 3، واي برضه قيمتها 3، والزد قيمتها 3. مثال ثاني هون نفس الاشي، اكس 3 واي 7 وزد تساوي 2، كلهم طبعا انتجر بانه تعرف نفس السطر. هلا بحكي لك قيمة زد خزنها في واي، قيمة واي خزنها هون، طلع عندي مشكلة. الطرف اليسار عبارة عن كونستانت، حكينا الطرف اليسار ممنوع يكون غير بس variable، تمام؟ فهون برضو حيعطيني سينتاكس، البرنامج ما حيتنفذ لأنه في مخالفة بشروط كتابة البرنامج، إنه ممنوع left side لما يكون عندي تخزين قيم ببعض يكون بس variable، لازم يكون غير هيك بيعطيني سينتاكس. المثال اللي بعده بس عمليات حسابية، أولويات. الأولويات هون عندي أول إشي للأقواس حكينا، بعدين قسمة ضرب وباقي قسمة، فعندي هون نبلش من اليمين لليسار، فهي حتكون 2، بعدين هي حتكون 3، هاي حتكون 4. هلا جوا الأقواس برضو إذا كان عندي عمليات حسابية برضو إلها أولوية، فهون ما عندي غير جمع وطرح. الحل حيكون حل كالآتي: A زائد B، فA 4، B 6، بين قوسين تقسيم 2 زائد X 9 تقسيم 2. هلا بما انه كلهم انتجر ونفس السطر وبياناتهم فواصل عاديه، فكل هدول المتغيرات اكس وبي هم بياخذوا انتجر. اوكي برضو ما ننسى انه لازم برضو ان نستخدم اي متغير لازم نعرفه. هلا بنحل، حكينا الاولويه للاقواس 4 زائد العمليات اللي جوا الاقواس، ف 4 زائد 6 10، باقي قسمه 2 زائد 9 تقسيم 2. هلا بعدين عندنا باقي القسمة، في 10 تقسيم 2 بيطلع عنا 4، والباقي 2 فحيطلع 2 زائد 9 قسمة 2. بعدين الأولوية حكينا للقسمة، ف 2 زائد 9 تقسيم 2 هي 4.5، بس بما إنه الطرفين انتجر فما حيطلع 4.5، حيطلع بس العدد الصحيح، فبيطلع عندي هون 4، فبيطلع عندي الجواب 6. فالاوتبوت كامل للعملية الحسابية هاي 4 2 زائد 4 6. نحل مثال على البري والديكريمنت. عندي عرف لي المتغيرات، هلا انا يا بعرف المتغيرات بعدين بعطيها قيم، ممكن بنفس سطر التعريف اعطيها قيم، يعني الشيهتين صح. هلا عندنا اكس، عرفنا اكس انتجر، عرفنا واي، عرفنا دبليو. طب احكي لك اكس جواها 3 يساوي 3، فنخزن جوا 3، سواي يساوي اكس بلس بلس. بس اكس بلس بلس حنعمل عمليه الحسابيه بعدين نغير على قيمه اكس، فاكس بدنا نحطها جوه واي، هاي العمليه الحسابيه، بعد ما نحطها جوه واي بدنا نغير عليها، فالواي حيتخزن جواها 3، فالواي بلس بلس خلصنا العمليه الحسابيه.
فحنضيف واحد هون حيصير أربعة لما عملنا العملية الحسابية هون بعدين عدلنا على قيمة X. هلا بحكي لك W تساوي Y بلس بلس Y بلس بلس. فإذا عندنا Y بلس بلس يعني بدنا نخزن قيمة Y جوا W بعدين نعدل. إذا كانت عندنا بلس بلس Y بنضيف بلس بلس على Y بعدين بنخزنها جوا W. هون بنخزن Y أول بعدين نزيد عليها. Y قديش قيمتها؟ 3. فنخزن جوا W 3 بعدين نضيف على ال Y بتصير ال Y 4. لا بحكي لك طلع لي ال Output Y W X Y حسب آخر قيمة مش القيمة الأول يعني آخر قيمة كانت لها بالميموري قيمتها 4 W قيمتها 3 وال X قيمتها 4. آخر مثالين عنا بدنا نحلها ونكون إن شاء الله هيك خلصنا الشابتر مع أسئلتها. عنا انتجر A يساوي 6 B يساوي 4 X يساوي 10 وك. بما إنهم هسأل A والبي والاكس والكي كلهم حياخذوا نفس نوع الداتا تايب بما انهم تعريفهم بنفس السطر. هسه دبل ان يساوي 2 فاحنا خلينا نكتب هيك اي نخزن جواتها 6 انتجر طبعا بي 4 اكس 10 كي لسه احنا بدنا نشوف قديش قيمتها ام عباره عن دبل فهي فعليا حتكون 2.0 كي قديش تساوي هدول هاي العمليه الحسابيه. فاول اشي أقواس بما إنه عنا أكتر من قاس فمن اليسار لليمين فهي حتصير 2. بعدين عندك قسمة وجمع حتصير هاي 3 هاي 4. بس الأقواس برضو إذا في أولويات جواتهم حنتبع أولويات. هون بما إنه بس ضرب قسمة حنبلش من اليسار لليمين فأي 6 ضرب ب 4 عنا هون تقسيم 3 بين أقواس زائد X قيمتها 10 ضرب M قيمتها 2 بس ما ننسى انها دبل تقسيم 2 بدنا نحلها. هلأ هاي ما ننسى انها 2.0 دائما لما يكون عندي ضرب او قسمة سواء كان احد الطرفين دبل فالناتج طول حيطلع عندي دبل. فنحل اول شيء هذا القوس بس تضرب 4 استدرب 4 24 باقي قسمتها على 3 حيطلع 24 تقسيم 3 8 فما عندي باقي حيطلع 0 زائد نحل هذا القوس 10 ضرب 2 عبارة عن 20 بما انه عندي احد الطرفين انتجر حيطلع 2.0 يعني 20 بوينت حيطلع دبل تقسيم 2. هلا 0 زائد 20 تقسيم 2 بما انه 20 تقسيم 2 حيطلع 10 بوينت 0 دبل بما انه احد الطرفين دبل حيطلع او سوري 20 تقسيم 2 عبارة عن 10 مزبوط بس حيطلع دبل. هلا بدنا نطلع كي ايش حيتخزن جواتها. الناتج طلع عندي كله 10.0 لما 0 زائد 10.0. هلا كي بما انها معرف انتجر ما حيتخزن جواتها غير 10 مع انه الناتج طلع عندي دبل بس لازم احول اشوف كي قديش الداتا تايب تاعها ونخزن بما انه الناتج دبل اوكي معرف انتجر فحيتخزن جواتها بس 10 فالاوت بوت بحكي لك سي اوت كي فحيطلع الناتج 10. اخر مثال نحل عنا اول اشي الاولوية للاقواس بعدين عنا للضرب من اليسار لليمين 2 هاي عنا 3 هون 4 هون 5. نحل اول اشي نبلش ايه جواتها 3 بي برضه ضل انتجار ننتبه للداتا سي 15 دي 23 دي هون سوري 23 عنا اكس اكس برضه انتجر هسه دبل عنا اي وهي معرفة دبل حيدخلنا جوات 2.0 تمام. هلا لما نبلش حل دي قيمتها 23 ضرب اي 3 زائد سي قيمتها 15 تقسيم 2 ناقص بي 10 زائد دي دي قيمتها 23 تقسيم اي اللي قيمتها 2 بس ما ننسى انها 2.0 دبل.
فنحل القوس أول إشي. هسا 23 تقسيم 2 بنطلع قيمتها، بنطلع قيمتها ك هسا بما إنه أحد الطرفين دبل فحيطلع عندي الجواب دبل. خلينا نحط هون الدي 22 عشان أسهل العمليات الحسابية. فهون راح تصير 22 تقسيم 2 حيطلع 11 زائد 11.0. خلصنا القوس 15 باقي قسمة 2 هون عنا 23 ضرب 3. فهون لو بنحل أول شيء هون الضرب 23 في 3 بتطلع 60 69 زائد 15 باقي قسمتها 2. 15 تقسيم 2 7 والباقي ايش؟ 1. الباقي 1 ناقص 10 زائد 11 بما انه احد الطرفين دبل فحيطلع الجواب دبل فحيطلع 21. نجمعهم هسه عادي 69 70 ناقص 21 بيطلع الجواب 49. فلو حكى لي الاوت وات شو بيحكي لي هون؟ اوت وات بيحكي لك سي اوت اكس بين دبل كوتيشن. حكى لي اي شيء بين دبل كوتيشن بينزل زي ما هو فبيساوي اكس قديش قيمتها حكينا اكس، اكس اللي هي هاي العملية الحسابية، فاكس حيتخزن جواتها 49 انتجر، مع انه الناتج عندي دبل، بس لانه احنا معرفينها انتجر، فحيطلع عندي الجواب 94، هيك بكون خلصنا شابتر 2.